أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة تغطيتنا المستمرة بشأن معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على غزة، حيث نناقش فيها حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد سكان القطاع توازيا مع افتتاح قمة القاهرة الدولية حول الأوضاع في غزة، في وقت نكد بيان المقاومة الفلسطينية المشتركة أن التحركات في المنطقة لم ترق إلى مستوى الواجبات لوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني. مشاهدينا، سيكون معنا في هذه التغطية من بيروت رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية هشام يعقوب، ومن إسطنبول الصحفي والنشط السياسي زياد بومخلاء، ومن أمستردام الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة الملوحي. الآن سنبدأ بداية مع هشام. السيد هشام، أهلا وسهلا بك. يعني في البداية، هل يمكن تحقيق السلام بالفعل في مؤتمر القاهرة بعد فشل مجلس الأمن مجتمعا بإقرار مشروع دخول المساعدات فقط؟ كيف يمكن فهم ما يجري؟ سيد هشام، على ما يبدو أن سيد هشام لم ينضم إلينا بعد، إذن أنتقل بالسؤال إليك سيد زياد بومخلاء الصحفي والنشط السياسي. ماذا تعني مقاطعة تونس والجزائر للقمة في ظل مشاركة وفد من الاحتلال فيها؟ سيد زياد تفضل. على ما يبدو أن السيد زياد أيضا لم ينضم إلينا بعد. معنا الآن السيد هشام من جديد. سيد هشام يعقوب، هل يمكن تحقيق السلام بالفعل في مؤتمر القاهرة بعد فشل مجلس الأمن مجتمعا بإقرار مشروع دخول المساعدات فقط؟ كيف يمكن فهم ما يجري؟ تفضل سيد هشام. على ما يبدو أن السيد هشام لم ينضم إلينا. عموما مشاهدينا الكرام، أحداث صعبة شهدها قطاع غزة مؤخرا، حيث يواصل طيران الاحتلال استهداف المناطق والأبراج السكنية ومنازل المدنيين في قطاع غزة في خطوة أكد مختصون أنها انتقامية وتهدف لعقاب الفلسطينيين في غزة بشكل جماعي. أستاذ هشام، كنت سألتك إذا كنت تسمعني. أستاذ هشام، هل أنت معنا؟ أسمعك جيدا. نعم، الآن أعيد عليك السؤال ذاته، هل يمكن تحقيق السلام بالفعل في مؤتمر القاهرة بعد فشل مجلس الأمن مجتمعا بإقرار مشروع دخول المساعدات فقط؟ كيف يمكن فهم ما يجري؟ تفضل. نعم، هل الصوت مسموع في البداية؟ نعم تفضل. نعم، حياكم الله. هذه القمة الحقيقة هي قمة رفع العتب، دعت إليها القاهرة وبعض القوى الإقليمية والدولية من باب رفع العتب ومحاولة تنفيس الغضب الشعبي الجماهيري في هذه الدول وفي دولنا العربية والإسلامية، خاصة أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مصر، وهي التي يعني لها حدود جغرافية مباشرة مع قطاع غزة وبإمكانها أن تقوم بالكثير. ما يمكن أن نتحدث عنه أن هذه القمة عمليا هي محاولة لتكريس إمساك القاهرة بالورقة الفلسطينية. ثمت مخاوف ربما لدى القاهرة من أن تفلت هذه الورقة من أيديها، فحاولت أن تجمع هذه الدول ضمن هذا المؤتمر الإقليمي الدولي، لكن عمليا الفصائل الفلسطينية ببيانها كانت واضحة أنه كل هذه المواقف وهذه الجهود الدبلوماسية العربية والإسلامية والدولية ما زالت عاجزة عن وقف العدوان على قطاع غزة. أي جهود لا تؤدي إلى وقف العدوان هي جهود فلكلورية شكلية، وأهدافها حقيقة لا يمكن أن تنفذ ولا يمكن أن تطبق. اليوم الدول الكبرى، المزاج الأمريكي الرسمي والأوروبي الرسمي نوعا ما، ما زال يعطي للاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر، بل يمد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والعتاد. واليوم المطلوب موقف عربي وإسلامي بهذه القوة، يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني كما تقف أمريكا وأوروبا بشكل واضح إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي. المطلوب اليوم من القاهرة ومن الدول العربية والإسلامية
أن تقوم بمواقف عملية وليس فقط دبلوماسية قوية توقف هذا العدوان وتوقف الاحتلال الإسرائيلي عند حده. سيد هشام، ألا ينبغي أن يكون إدخال المساعدات باعتقادكم واجبا لا يجب التفاوض عليه إنسانيا في وقت يحمل العالم فيه غزة المسؤولية كاملة ويتناسى الحصار والانتهاكات بحقها سابقا؟ بالطبع هذا ليس بحاجة إلى إذن الاحتلال الإسرائيلي. القاهرة تعرضت لصفعة إهانة قوية من خلال تعمد الاحتلال الإسرائيلي ضرب معبر رفح، وهذه الصفعة جاءت في وجه القاهرة التي كانت تحدثت عن قوافل مساعدات وجهزت الشاحنات التي ما زالت إلى الآن مركونة بالقرب من معبر رفح. لكن الاحتلال الإسرائيلي قال في وجه القاهرة لن نسمح لكم في ذلك. وهنا سؤال السيادة المصرية أين؟ المعبر رفح هو معبر فلسطيني مصري، لا دخل للاحتلال الإسرائيلي بهذا المعبر. هل القاهرة تحتاج إلى إذن من الاحتلال الإسرائيلي ومن غير الاحتلال الإسرائيلي؟ هنا القضية. إذن يجب أن تدخل هذه المساعدات، من قبل كان يجب أن تدخل والآن يجب أن تدخل من دون استئذان الاحتلال الإسرائيلي. نعم، ابقى معي سيد هشام، سأعود إليك سؤالي الآن أستاذ زياد بومخلاء، وقد انضممت إلينا الآن. يعني ماذا تعني مقاطعة تونس والجزائر للقمة في ظل مشاركة وفد من الاحتلال فيها؟ على ما يبدو أن الصوت لم يعد كما ينبغي أن يعد. عموما سنحاول يعني ترتيب اللقاء مع السيد زياد في ظل ما تبقى من هذه التغطية. أعود إليك أو أبدأ معك سؤالي الآن ضيفي عبر سكايب السيد أسامة الملوحي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من أمستردام. في منطقة أصبحت بالمجمل سيد أسامة أصبحت مخيما كبيرا في العراق وسوريا وفلسطين، أي سلام يمكن صناعته في غزة مع الكيان الصهيوني وهو قوة مدعومة عالميا بشكل مطلق؟ تفضل أستاذ أسامة. حاول هل أنت معنا؟ تفضل. معك، أسمعك جيدا. ونحن نسمعك الآن، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الموضوع يجب علينا أن نحدد مسار النقاش. النقاش يبتعد قليلا عما يجري في غزة، وفي ظني يبتعد كثيرا في الحقيقة، اسمح لي. نحن عندما نتكلم عن الجامعة العربية وعن قمة عربية ومثل ذلك، نحن نتكلم عن هيئة أبقت الدول الكبرى عليها، التي هي يعني الروابط العربية الرسمية الحكومية الوظيفية، أبقي عليها للتغطية وتمرير الأمور وربما لتخفيف الاحتقان الشعبي. نحن لدينا في السنوات الأخيرة لدينا مد شعبي باتجاه نيل الحرية، ولدينا قمع وثورات مضادة، يعني في نظر الجميع أو في نظر أغلب الناس أنها قد نجحت في قمع الإرادات الشعبية، إن كان في مصر وإن كان في سائر الدول العربية. طبعا أنا أعتقد أن هذا الاعتقاد والتخمين فيه خطأ، ولكن الاجتماعات العربية هي لتخفيف الاحتقان وتمرير الصفقات وترتيب الأمور ضد الإرادة الشعبية التي أصبحت واضحة تماما أنها مع غزة، مع كل الفلسطينيين ومع قضية فلسطين. دعني أقول لك ببساطة شديدة، ولكن الأمر خطير، نقوله ببساطة، هناك عملية استئصال واجتثاث للمقاومة الفلسطينية وللإرادة الفلسطينية غير مسبوقة. نحن نتكلم عن أمر غير مسبوق، يجب علينا أن نستخدم مفردات ومصطلحات غير مسبوقة. هناك عملية استئصال تمضي بموافقة الجميع عبر العالم، الجميع وأقصد الحكومات الرسمية، كل الحكومات العربية، ربما نستثني يعني ربما دولة أو دولتين، والكل يتآمر، الكل يرتب مع الصهاينة ومع الإرادات الدولية التي تدعم يعني إسرائيل لاجتثاث المقاومة اجتثاثا نهائيا. وأي كلام عن
موضوع الوصول إلى حل سلمي، أي حل سلمي. نعم. نحن أمام كلام يعني يذكر بوضوح أن الأمر سيمتد، عملية الاستئصال للحجر والبشر سيمتد لأسابيع وأسابيع. إذن عندما نتكلم عن عملية إغلاق كامل وتوقف كامل لكل ما يمد البنى التحتية والحياة في غزة، فنحن أمام عملية استئصال. عملية استئصال يخوضها الجميع، وهناك أيضا يشارك في هذا الاستئصال بدون قصد ربما قيادة حماس السياسية. قيادة حماس أين هي عندما لا تختار الوقت المناسب، عندما يكون هناك عمل عسكري من كتائب القسام ولا يكون هناك تدبيرات مسبقة ولا تحضيرات مسبقة؟ لكن ولا قيادة حماس ظهرت في وسائل إعلام متعددة سيد أسامة، وبينت تفاصيل كثيرة تتعلق بما يجري في الميدان، وهذه التفاصيل العسكرية يعني دعنا يعني نتجاوزها إلى ما سألتك بشأنه عن فكرة السلام مع الكيان الصهيوني الذي يواصل استهداف غزة. إذن أنت لا ترى أن هناك إمكانية لأن يكون هناك فعلا هدوء أو هدوء عربي ما بين دعنا نقول مثلا قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، فكرة أن يكون هناك سلام مع دولة تمتلك ترسانة عسكرية واسعة وتدعمها دول عظمى، هذه مستبعدة؟ أنا أتكلم بكلام أخطر من ذلك. قضية السلام مع إسرائيل الآن غير مطروحة قطعا يقينا. الوصول إلى السلام، ربما الكلام عن هدنة، نحن نتكلم عن خطة لاستئصال كل المقاومة الفلسطينية وكل الإرادة الفلسطينية التي تريد الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة. نحن نتكلم عن ظروف سيئة للغاية تؤدي بنا إلى خطر واضح للعيان الذي هو استئصال كامل، ليس فقط تهجير باتجاه جنوب غزة. الموضوع مرتب بشكل رهيب، ولا يوجد من يمهد أو حتى الاختيار في هذه العمليات. أنا لا أتكلم عن جهود قيادة حماس السياسية الآن، أنا أتكلم أينما كانوا عندما كان التوقيت أكيد بعلمهم. لماذا هذا التوقيت؟ لماذا لم يختاروا توقيت آخر؟ كان التوقيت سيء للغاية، وأصبحت الأمور الآن باتجاه واحد. ودعني بعد ذلك أقول لك، أين إيران؟ أين إيران؟ الحملة استئصالية، أين إيران؟ وأين الذين مع إيران؟ حتى تحريك حزب الله في جنوب لبنان تحريك ضعيف للغاية، لا يصل إلى عشر المواجهة التي تخوضها أو يخوضها الشعب الفلسطيني في غزة. الأمر خطير للغاية، استئصالي. استئصالي، ما يجري في غزة استئصال للحجر والبشر، لكل الحاضنة الشعبية للمقاومة. ليس للمقاومة فقط، المقاومة لا يخشى عليها كثيرا، لكن الحاضنة الشعبية كما فعل بوتين في غروزني، كما يفعل بشار الأسد في سوريا، استأصل الحجر والبشر، قتل 3 ملايين سوري، هجر باقي كل السوريين، هجرهم حتى داخل سوريا تهجروا. على كل المثال السوري يطبق في غزة أمام العالم وأمام الكاميرا. سأعود إليك أستاذ أسامة للحديث بشكل أكثر توسعا فيما يتعلق بإيران وأذرعها في المنطقة، ولماذا لم تشارك في هذه المعركة المستمرة ضد قطاع غزة كما كان يؤمل أو كما كان يرجح كثيرون من المحللين الذين صدموا ربما بالمستوى الذي وصفه كثيرون منهم بالضئيل لمشاركة أذرع إيران من دول الطوق مع غزة ومقاومتها. على أي حال ابقى معنا أستاذ أسامة. من جديد أعود إليك ضيفي عبر الهاتف سيد هشام. يعني الجميع يتحدث عن إيقاف العدوان على غزة أستاذ هشام، كيف يمكن ذلك في وقت يريد الاحتلال تفكيك وجود المقاومة والقضاء على حماس في قطاع غزة؟ عفوا، سؤال أعيد عليك السؤال من جديد. الجميع يتحدث في هذه الفترة عن إيقاف العدوان على غزة، السؤال كيف يمكن ذلك في وقت يريد الاحتلال به تفكيك المقاومة والقضاء على حركة حماس ووجودها في قطاع غزة؟
نعم، هذه إرادة الاحتلال القديمة المتجددة، إرادة اجتثاث المقاومة الفلسطينية واجتثاث الشعب الفلسطيني وإعادة النكبة من جديد وتهجير الشعب الفلسطيني. هذه مخططات الاحتلال وإرادة الاحتلال لم تتغير، بالعكس هي تتصاعد المزيد من الإجرام في العقلية الصهيونية مع صعود هذا اليمين المتطرف. لكن بالمقابل هناك إرادة أخرى يجب أن تكون، هناك إرادة فلسطينية موجودة صلبة، خاصة إرادة المقاومة وإرادة حاضرة المقاومة، وهناك إرادة شعبية عربية وإسلامية وأحرار العالم يجب أن تكون في وجه هذه الإرادة الإسرائيلية. هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يلعب في فراغ ولا يتحرك في فراغ ولا يتحرك في كوكب معزول. هذا الاحتلال الإسرائيلي هناك عوامل ضغط عليه. أعتقد الموقف الشعبي الجماهيري العالمي الذي يتصاعد مناصرة للقضية الفلسطينية هو أحد هذه العوامل. قوة المقاومة الفلسطينية وجهوزيتها واستعدادها لمخططات الاحتلال الإسرائيلي كذلك الأمر من الموانع التي تمنع الاحتلال الإسرائيلي. أيضا تنامي الموجة الشعبية العربية والإسلامية من أبرز موانع الاحتلال الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه تحديدا في حالة الشعوب العربية والإسلامية ستتدخل أمريكا منع المد الشعبي الجماهيري العربي والإسلامي من التعاظم، لأنه هذا سيؤدي إلى اهتزاز الكراسي تحت هذه الأنظمة المستبدة التي تحركها أمريكا والتي تلعب فيها أمريكا. كلما زادت أيام المعركة تعاظمت الحركة الشعبية العربية والإسلامية، وهذا بحد ذاته يشكل خطر على الاحتلال الإسرائيلي وخطر على أمريكا. أنا فقط هنا أذكر أنه مصر التي ميدان التحرير الذي أغلق في وجه أحرار مصر من 10 سنوات على الأقل، ها هو اليوم يعود ليمتلئ من جديد من الثوار والأحرار الذين يدعمون القضية الفلسطينية، وهي مؤشرات خطيرة لدى الاحتلال وأمريكا. ابقى معي أستاذ هشام. من جديد إليك أستاذ أسامة، يعني ماذا تعني باعتقادكم مقاطعة تونس والجزائر للقمة في ظل مشاركة وفد من الاحتلال فيها؟ ألا يحمل هذا رسالة معينة؟ لا أظن أن الرسالة قوية، يعني عدم الحضور ربما يعني يكون هناك نوع من تخفيف الاحتقان في الشارع الجزائري أو التونسي ربما. نعم، لا أظن أن الرسائل قوية، لا أظن أن نظاما عربيا يعني قد وجه أي رسالة قوية خلال هذه الفترة العصيبة التي مر بها يعني أهلنا في فلسطين. نحن أمام ردود أفعال، يعني عدم الحضور، ماذا يفعل عدم الحضور؟ البيانات الإعلامية فقط ماذا تفعل؟ يعني نحن أمام شيء واضح للغاية، أمام يعني دخول ومشاركة الجميع في شيء جديد الذي هو القضاء على المقاومة بالقضاء على حاضنتها، القضاء على الحاضنة. هكذا فعلوا في سوريا، هكذا فعلوا في غروزني، هكذا فعلوا في كل مكان. يعني يقولون لهم يعني اقضوا على الحاضنة الشعبية تماما بالتقتيل وبالمجازر وبقتل الأطفال وأمام مرأى الجميع، ولا تبالوا، وحتى بالتهجير داخل يعني قطاع غزة أو غيره. كل ذلك هو يعني النتيجة التي ستؤدي إلى القضاء على المقاومة، وعلى الأهم من المقاومة الإرادة الفلسطينية لمواجهة هذا الاحتلال. نحن أمام أمر يعني غريب وعجيب. أنت عندما تحدثت مثلا عن إيران، يعني دع إيران تنسجم مع شعاراتها، خليها تنسجم مع ربع وخمس وعشر شعاراتها المرفوعة في كل مكان، في 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 إيران، في اليمن، في 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 لبنان. أين الشعارات؟ واليوم اليوم أوجه كلمة واضحة لحزب الله الذي يعني يفتعل ويعني ويظن بأننا لا نعلم التفاصيل على الحدود بين لبنان وفلسطين. نحن نعلم التفاصيل، وهذه الفبركات التي يعني سقط فيها جندي واحد إسرائيلي، يعني أمر مضحك للغاية، أو جنديين. اليوم حزب الشيطان أو حزب الله في لبنان، يعني أنا عذرا يعني أعصابي لا تحتمل أن أبقى ضمن المصطلحات السياسية، لابد أن أستخدم مصطلحات حقيقية نستخدمها في الثورة السورية المباركة. أنا أعتذر عن ذلك، لكني مجبر لأني أرى بوضوح شديد، وأنا لطالما نظرت بشكل مبكر للأحداث التي ستجري.
أنا أعلم علم اليقين بأن الجميع حتى إيران إن كان بشكل منظور أو متفق عليه أو بشكل يعني عندما أمريكا تقول أمريكا تصريح ينسب لأمريكا تقول بأن إيران يبدو أن إيران ليست وراء هذا العمل العسكري الذي قامت به حماس أو كتائب القسام في 7 أكتوبر. يعني نحن أمام رفع مسؤولية عن إيران، وحتى حزب الله يعمل مسرحيات في الجنوب، المفروض أن يفتح جبهة بشكل كامل. عندما يقول أنا أريد أن أخفف عن الجبهة الجنوبية، عليك أن تفتح كل الجبهة، عليك أن تعبر إلى داخل فلسطين المحتلة من 6-7 نقاط على الأقل، عليك أن يعني تشعر إسرائيل والاحتلال بأنه في خطر في شماله كما هو في خطر في جنوبه. يعني الأمر واضح، الكل متفق على أن يستأصل الحاضنة الشعبية للمقاومة، وهذا أمر كارثي، ونتفرج، ويعني الأمور تتضح شيئا فشيئا، وعدد الشهداء وتدمير المنازل. أنت عندما تتكلم يا سيدي، لاحظوا معي، عندما تتكلم عن بيت يهدم في غزة، معنى ذلك أنك قد هدمت 10 أبراج في أي عاصمة عربية أخرى أو 20، لأن هناك البناء متعسر، المساحات الأرض محدودة، كل شيء محدود ومتعسر. فلذلك نحن أمام إزالة للحجر الذي يؤوي أهلنا في وضحت الفكرة أستاذ أسامة. على أي حال ابقى معي، وكذلك السيد هشام يعقوب رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية في بيروت، وسينضم إلينا لاحقا الكاتب والناشط الفلسطيني من برلين، سيكون معنا الكاتب أيمن فهمي. لكن قبل أن نتابع تغطيتنا مشاهدينا الأعزاء، مساعدات بلا معنى تصل إلى قطاع غزة، قصة هذه المساعدات والكثير من التفاصيل نتابع. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية حول آخر مستجدات معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي والحرب البشعة التي تخوضها ترسانة الاحتلال الإسرائيلي ضد مدنيي قطاع غزة العزل. معنا في هذه التغطية الأستاذ هشام يعقوب رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية من بيروت، ومعنا كذلك عبر زوم من أمستردام الأستاذ أسامة الملوحي الكاتب والمحلل السياسي، وانضم إلينا الآن الكاتب والناشط الفلسطيني من برلين معنا الأستاذ أيمن فهمي. أهلا بك أستاذ أيمن. يعني كيف تقيم قمة القاهرة الطارئة التي عقدت من أجل الأوضاع في قطاع غزة، وهل ترقى إلى حجم العدوان الإسرائيلي المتواصل على أهالي القطاع أستاذ أيمن؟ تحياتي لك أخي الكريم وضيوفك الكرام. أهلا بك. الحقيقة ما لا أعرف إذا كان الصوت يصل بشكل واضح، لأنني لم أسمعك بشكل واضح. جيدا أستاذ أيمن، تفضل. الواضح أنه ما صدر اليوم عن اجتماع القاهرة يحمل يعني تصعيد سياسي في الموقف المصري والموقف العربي عموما لجهة المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ولجهة أيضا السماح بدخول المساعدات الإنسانية. والأهم ما صدر هو الموقف المصري والأردني اللذان يؤكدان على رفض تهجير الفلسطينيين ورفض أن يكون مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء على حساب الأمن القومي المصري. مع ذلك أعتقد بأن هذه المقررات التي خرجت والتي سمعناها في الحقيقة لا ترقى إلى مستوى العدوان الإسرائيلي على غزة ومستوى الإجرام والتوحش الذي يستهدف
آلاف المدنيين في مدينة غزة بعد أسبوعين من هذه المجزرة المفتوحة ضد أكثر من 2,200,000 فلسطيني في غزة. ليس هذا هو الموقف المأمول. الموقف المأمول أن يتم اتخاذ بالفعل موقف تحديدا من الدول التي لديها علاقات سلام وتطبيع مع إسرائيل، أن تأخذ موقفا بوقف كل هذه الاتفاقيات والضغط على إسرائيل وإغلاق سفاراتها وطرد سفرائها. هذا أقل موقف مطلوب الآن على الأقل كي تشعر إسرائيل أن هناك ضغط حقيقي عليها من قبل الدول العربية لكي تثمر هذه الضغوط في وقف هذا العدوان الهمجي البربري على المدنيين الفلسطينيين. أستاذ أيمن، بحسب متابعتكم يعني إسرائيل عمدت خلال الأيام القليلة الماضية إلى تسويق روايتها والكثير من الأكاذيب للرأي العام الغربي، وهناك من تجاوب مع مثل هذه الروايات التي ثبت كذبها واعتذر عنها بشكل مقتضب بعض من تسوق معها في البداية. السؤال هنا، لا يزال الرأي العام الغربي ينحاز إلى الطرف الإسرائيلي أم أن الصورة تغيرت؟ حقيقة أخي الكريم، هناك بالفعل تغير في المزاج الأوروبي والغربي بصورة عامة. وذلك بالفعل بعد أن اتضح أن هناك أكاذيب وفبركات إعلامية تم بثها وضخها من خلال ماكينة الإعلام الغربي، وكثير من يعني ما تم يعني التدليس والتزوير فيه اتضح أنه غير صحيح، وبالتالي أيضا هذا شكل صدمة للكثير من النخب وللنشطاء وحتى للمجتمعات الأوروبية بأن ما يجري في غزة هو فعليا عدوان واضح يستهدف المدنيين، وأن حجة وذريعة القضاء على حماس الهدف منها يبدو القيام بمخططات أكبر من ذلك بكثير تهدف إلى إنهاء وطمس القضية الفلسطينية. سأعود إليك على أي حال، سأعود إليك أستاذ أيمن، أرجو أن تبقى معي ريثما أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ هشام يعقوب إن كنت معنا. أستاذ هشام، يعني ماذا عن خيارات الضفة الغربية والقدس التي يحاول الاحتلال إسكاتها منذ اليوم الأول؟ اعتقالات نوعية في الأيام الأخيرة استهدفت صحفيين وإعلاميين واقتحام مخيمات. أستاذ هشام، أعيد عليك السؤال، ماذا عن الخيارات التي يمكن أن تمارسها كل من الضفة الغربية والقدس في ظل الهجمة الإسرائيلية عليهما أيضا هناك والاعتقالات الكثيرة التي تعرض لها هناك صحفيون والكثير من يعني المواطنين؟ نعم، الإسرائيلي يدرك أهمية وخطورة جبهة الضفة الغربية والقدس وجبهة الداخل الفلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948، وتحديدا منذ حرب معركة سيف القدس عام 2021 الاحتلال الإسرائيلي قرأ جيدا أهمية هذه الجبهة القدس الضفة الغربية وأراضي 48. لذلك من بداية هذه المعركة الاحتلال الإسرائيلي اتخذ إجراءات قاسية جدا ضد أهل القدس وضد الضفة الغربية وضد أهل في الأراضي المحتلة عام 48. مئات الحواجز التي تنتشر اليوم بين القرى والمدن والأحياء الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي يقطع أكثر فأكثر أوصال الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية أكثر مما كان سابقا، ومع ذلك اليوم الضفة الفلسطينية قدمت إلى الآن أكثر من 70 شهيدا إضافة إلى آلاف الجرحى. محاولات الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة. مخيم نور شمس في طول كرم أبدع إبداعات هائلة تشبه إبداعات مخيم جنين في الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية. محاولات الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 48 للانعتاق من قبضة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية مستمرة، وأعتقد أنه الجهود أو التحركات الشعبية الفلسطينية المقاومة المسلحة والتحركات الشعبية بشكل عام هي في تصاعد في الضفة الغربية، ولن يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من الإمساك كثيرا وطويلا يعني الأوراق أو أطراف الشعب الفلسطيني وأوراق القوة والتأثير في الضفة الغربية والقدس. ستنفلت الأمور من بين يديه. أستاذ أسامة، في مقارنة المجتمعين في القاهرة هناك نوعان،
يعني هناك من تحرك بشكل فوري وقدم السلاح مثل أمريكا وبريطانيا، وهناك من طالب بأن يكون هناك مجال للعمل الإنساني وتقديم مساعدات إنسانية لأهالي غزة، متمثل بكثير من الدول العربية. السؤال هنا، استمرار هذا الوضع لا يمكن أن يقود إلى انفجار أكبر بالمنطقة في ظل حرمان الفلسطينيين حتى من حقهم بالمقاومة والحفاظ على أرضهم؟ أخطر من ذلك. نحن حتى في البلاد الغربية في أوروبا أصبح كثير منا يخشى أن يتكلم بقضية الشعب الفلسطيني الآن ويحصل في غزة وأن يدين ويستنكر، لأن الكلام من كثير من الحكومات أو من الدول العميقة في الدول الأوروبية تتكلم عن عقوبات لمن يدافع عن حماس أو لمن يتكلم ضد إسرائيل اليوم. ولكن انظر معي، في هولندا إلى الآن خرجت تجمعات هائلة جدا بشرية، يعني أعدادها بالآلاف، والوقفات الرئيسية كانت بعشرات الآلاف في أمستردام، في روتردام، في كل المدن، في دنهاغ، في كل المدن الهولندية. أصبح لدينا الآن بشكل مؤكد ضغط جماهيري إسلامي داخل الدول الأوروبية وحتى داخل أمريكا، هذا ما يحسب له الحساب. ودعني أقول بكل وضوح وبكل صراحة، مع احترامي لآراء يعني كل السادة الذين تكلموا، أستاذ هشام، أستاذ أيمن، أقول أن إسرائيل بطريقة عسكرية محسوبة استطاعت أن تغلق الضفة، تغلق دعم الضفة لأهل غزة، وأن تحجم وتكبل الجميع في الضفة الغربية. هذا واضح، على الأقل أمامي المشهد واضح تماما. أنا عندما أريد أن أتكلم وأرفع المعنويات بطريقة زائفة فأنا أفعل العكس، هذه نواحي تفعل فعلها المضاد. عندما أقول ستتصاعد المقاومة في الضفة نصرة لأهل غزة، ماذا، كيف تتصاعد؟ نحن اليوم ندخل في اليوم، يعني نحن أمام أيام طويلة كانت دمار على أهل غزة، نتكلم عن أيام مديدة. فلذلك عندما نريد أن نكون واقعيين، إسرائيل استطاعت، لكن التظاهرات سيد أسامة لا تزال متواصلة في أكثر من منطقة في الضفة، وهناك ارتقاء لعدد كبير أيضا من الشهداء، يعني حوالي 80 شهيدا منذ بدء الاحتجاجات أو منذ بدء الأحداث، وهذا الرقم ليس قليلا يعني. نعم، ولكن لا تنسى أنها لا ترقى لما يجري في غزة. وأنت لا ننسى أبدا أن المقاومة موجودة في الضفة الغربية، يعني لا نريد أن نعدد أسماء المنظمات الموجودة هناك، لكن هؤلاء حاولوا أن يفعلوا شيء لكن حجموا، واستطاعت إسرائيل أن تحيدهم. لا في الأيام القادمة سنشهد تصعيد، أبدا اذكروا ذلك عن لسان، ولن تشهد تصعيد منطقة الجبهة الشمالية، لأن إسرائيل، أن حزب الله فعل ما يريد أن يفعله ويفبرك إعلاميا، ولا يستطيع الدخول في معركة مع إسرائيل، لأن البنى التحتية اللبنانية التي لا تحتمل أبدا ستدمر بكبسة زر من إسرائيل. على كل الأحوال الوضع كما يلي، حتى دعني أقول أكثر من ذلك، الجماهير العربية في الدول العربية تحركها لا يرقى لما يحصل في غزة، لا يرقى أبدا ما يحصل من مقاومة في الضفة ومؤازرة من الضفة الغربية، في الجبهة الشمالية لا يرقى أبدا، دور إيران دور مشبوه، الجماهير العربية لم تستطع أن تلبي نداء أهل غزة كما ينبغي بأن تضغط. معظم الأنظمة العربية وظيفية وتابعة لأمريكا وفرنسا. سأعود إليك بسؤال بعد قليل، وضحت هذه الفكرة أستاذ أسامة، سأعود إليك بسؤال يتعلق بإيران، ولكن بعد أن أنتقل بالسؤال مجددا إلى الأستاذ أيمن فهمي، إن كنت معنا أستاذ أيمن. أستاذ أيمن لا تزال معنا، للأسف الصوت بالنسبة لي غير واضح أبدا، صوتنا لا يصل إليك. الآن أوضح. نعم تفضل. حينما نتحدث عن اجتماعات هيئة الأمم المتحدة، يعني المندوب الفلسطيني يتحدث ويسرد وقائع
وحقائق ويقدم الكثير من الدلائل، يقابله في الجهة الأخرى المندوب الإسرائيلي الذي يجد للأسف الفيتو الأمريكي نصيرا له، الفيتو الأمريكي نصيرا للجلاد إن لم يكن جنبا إلى جنب مع الجلاد، مع القاتل، مع المجرم الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة فهو مشترك معه. السؤال هنا، اجتماعات هيئة الأمم المتحدة إلى أي مدى ترى أنه من الممكن أن يكون لها دور ويثمر بحيث يقلل من يعني الدمار الموجود في غزة، وبحيث مثلا يقود إلى فرض هدنة وإن كانت حتى قصيرة الأمد؟ يعني تجربة الفلسطينيين مع الأمم المتحدة مخيبة للآمال، ليس فقط في هذه الحرب وإنما طيلة العقود الماضية. نعم. للأسف الشديد الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يمكن من خلاله توقع أي قرار مساند وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. الفيتو الأمريكي دائما جاهز للتغطية على جرائم إسرائيل ولإطفاء شرعية على وجودها الاحتلالي على أرض فلسطين، وبالتالي في هذه المعركة أيضا وهذا العدوان لا نتوقع أن يتخذ مجلس الأمن موقفا يعني يردع هذا العدوان، لكن هذا لا يعني أن لا تبذل جهود جدية من قبل الفلسطينيين ومن قبل العرب من أجل تحريك ضغوط داخل المجتمع الدولي. نعم. يمكن ذلك من خلال اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لدفعها إلى تبني قرار الاتحاد من أجل السلام لتفادي وتجاوز الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن. وبموجب القرار الاتحاد من أجل السلام هناك الآن أكثر من 88 مؤسسة ومنظمة دولية حقوقية رفعت إلى الجمعية العامة يعني توصية ومشروع من أجل تبني هذا. نعم. القرار الذي يجرم إسرائيل ويطالب بوقف العدوان ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عن كل جرائم التي ارتكبت في القطاع. لكن بجميع الأحوال نحن أيضا نشهد الآن تغيرات وتبدلات حقيقية أيضا في الواقع الدولي، وهذه الحرب الأخيرة سيكون لها فعلا تأثير على الكثير من التوجهات والمواقف الدولية والإقليمية. هي تكشف الآن كل الأوراق في المنطقة، حتى إيران وموقف حزب الله هو في امتحان كبير الآن إن لم يتدخلوا. نعم. بصورة جدية هذا سيكشف أيضا متاجرتهم بالقضية الفلسطينية. إذن نحن أمام خيارات متعددة، هذا لا يعني أن كل التحليلات السياسية أو حتى العسكرية تحاول دائما أن ترينا جانب من الصورة، وهو. نعم. أن هناك عملية برية وهناك فرض لإملاءات على الشعب الفلسطيني، ولكن الصورة الأخرى أنه أيضا بيد الشعب الفلسطيني أوراق قوة كثيرة إن كانت في الميدان أو على الصعيد السياسي وضحت أو على صعيد الضغوط الشعبية في المجتمعات الأوروبية. شكرا جزيلا لك الكاتب والناشط الفلسطيني، كنت معنا من برلين أيمن فهمي، شكرا جزيلا لك. بعجالة أستاذ هشام، يعني مع إقرار الاحتلال بصعوبة المعركة البرية، إلى أي مدى قد تكون الأسباب الإنسانية إحدى المخارج التي يستند إليها كذريعة لتبرير انسحابه لاحقا أو تراجعه حتى عن قرار الحرب البرية؟ نعم، هناك سيناريوهات كثيرة، والاحتلال الإسرائيلي أجل مسألة الدخول إلى غزة بريا أكثر من 4 مرات. هناك اعتبارات كثيرة ومن ضمنها الاعتبار الإنساني، أنه الاحتلال الإسرائيلي قد يكون أمام مجازر لا يستطيع أن يعني يتحمل نتائجها وتداعياتها على مستوى الموقف العالمي والموقف الشعبي استنكارا لهذه المجازر. وهو يعتقد أنه إلى الآن ما زال يحظى بتضامن دولي إلى الآن، لكن ربما مع يعني تعاظم مشاهد المجازر أكثر فأكثر ستنقلب الصورة ضد الاحتلال الإسرائيلي أكثر فأكثر. هذا واحد من الاعتبارات، لكن هناك اعتبارات كثيرة ومن أهمها الاعتبارات العسكرية التي لها علاقة باستعدادات المقاومة واعتبارات الضغط الأمريكي الذي لا يريد أن تتوسع المعركة. لكن أنا أقول يعني بالخلاصة أنه أنا أقدر كلام الأستاذ أسامة، لكن إحنا لا ننفخ في الهواء بمعنى أنه نحن يعني نعطي معنويات للناس بقدر ما نقرأ المشهد. ما قدمته المقاومة في قطاع غزة لا يمكن أن يقال أنه هو توقيت غير مناسب، هو أفضل توقيت بكل قراءات الاستراتيجية، أيضا في الضفة الغربية الذي حصل منذ يومين، وما حصل في مخيم نور شمس في طول كرم تماما كما حصل في جنين من أيام حينما هزم مخيم جنين هذا الاحتلال الغاصب. هذا ألا يعد تطورا في المقاومة في الضفة الغربية؟ نعم، هناك يعني ما زال دون المستوى التجاوب بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي، لكن إيانا أن نقع في فخ يعني محاولة يعني لا سمح الله تصبيت الجمهور
المتلقي. وضحت الفكرة أستاذ هشام يعقوب، رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. وكذلك اسمح لي أن أعتذر منك لنفاد الوقت، وقد وصلت الفكرة فيما يتعلق بدور إيران في هذه المعركة منك الكاتب والمحلل السياسي أسامة الملوحي، كنت معنا عبر سكايب من أمستردام، شكرا جزيلا لك أيضا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه التغطية حول آخر مستجدات معركة طوفان الأقصى وصمود الشعب الفلسطيني هناك في قطاع غزة ومختلف أماكن تواجده. إلى اللقاء أيتها الغالية فلسطين، إلى اللقاء أيتها الغالية غزة، وأنت ترفعين إكليل الغار معتزة بنصر أبنائك، وما ذلك على الله بعزيز. إلى اللقاء.